ليش اغلب لاعبات التايكواندو ما يحبون ايناس عطا ولا يذكروها؟ ما اعرف ليش، ما بارك. تتفقين وياي؟ اي اكيد، انه النسوان شقيارات. انا مو هيك، انا اشوف واحده صدق اشوف اخلاقها قبل اداها. مرات اشوف اداء معتها بس اخلاق، مرات اشوف اداء اخلاق معتها. فرق بهن، هي رياضه وجدت انه اخلاق. وانت هم دائما مغروره، دائما تقولين انا الوحيده، انا هيك، فهذا يستفزهم. حقيقه انا وحيده، انا مو محلي، انا كمحترف انا الوحيده. يعني معروفه اللعبه هاي، مو اللعبه معروفه خارج العراق. بس داخل العراق تجيب لي، ليش ما يسوون تصفيات منتخب؟ ليش ما يشاركون حتى يشوف الاعداد؟ ضايجين من هالموضوع، خلي يسوون تصفيات، شو كم بنيه راح تجي؟ فئتي اللي يسمونها مو القتال، فئتي الاستعراض، شو كم ولد راح تجي انه نفس عمري.